يقدم لكم فيديو غادي نهضر لكم على التروس اللي تناخذوا معنا فيما مشينا وفيما جينا. يعني ضروري كيكون عند كل بنت في الساك ديالها تروس دو ميكاب ولا تروس دو ماكياج اللي كتحط فيه لي برودوي كوزميتيك ولا لي برودوي دو ميكاب اللي كتحتاجهم دير بهم الغوتوش على برا ولا تكون ضيفه عند الناس وكتحتاج انها تعاود الماكياج في الصباح مثلا ملي تتفيق وكتكون عند الناس ولا مسافره ولا في اي بلاصه ضروري خص يكون عندها تروس دو ميكاب اللي كتحتاجو على برا يعني خارج الدار تو سامبلومون. دونك ما غاديش نطول عليكم لي في غندوز ديريكت التروس ديالي هو هذا ديال فينشي ديال خديته من فارماسي لا مارك فارماسي بيان سور خديته من عندهم رخيص يمكن ما عقلتش بشحال خديته يمكن 50 درهم ميم با محال كاع يعني قل من هاد الثمن دو فاسون شوفوا الكاتالوج ديالهم اللي غنخلي لكم في لابار دانفو. دونك التروس ديالي هو هذا زوين روج وكتب فينشي بالدوري فريمون طوب كيعجبني انا هاد التروس هذا ديال الماكياج. دونك غادي نحل الماكياج اول حاجه بيان سور كنحتاجها ضروري كناخذ معايا اونتي سولير ديالي ضروري ومؤكد سواء هاد سي اس في ار 50 SPF هذا اللي ديجا هضرت لكم عليه اللي في يمكن في ما عقلتش امتى خديتو امتى هضرت لكم عليه والله ما عقلت ما هضرت لكم عليه فشي فيديو سوا هذا سوا بيوديرمال اللي هو في الحقيقه اكثر واحد كنستعمل هو بيوديرمال لانه مزيان بزاف. فكناخذ معايا اونتي سولير هاد اس في ار سوا طوب فوالا او ثاني برودوي بيان سور غنبقى في الفيزاج ديالي بيان سور كناخذ معايا في التروس ديالي بيان سور هاد سي سي كريم اللي هو ديال نيويل هو اللي فيه هو تريتمون كيصفي لابو كيحيد منها الشوائب كيحيد منها دوك لي بوان نوار اللي تيكونوا اللي تينوضوا ما كيكونوش دائما دوك لي بوان نوار كينوضوا غير موسميا ولا من فتره لفتره يعني كاين البنات اللي تينوضوا ليهم واحد النقيطات نوار ماشي دائما كيكونوا يعني مرات يبانوا على حسب الفصل سواء في الصيف كاين اللي تنوضوا لها بكثره في الصيف كاين اللي كنوضوا لها بكثره تيبانوا بالاكثر في البرد. يعني انا هذا مزيان في صراحه اللي دوك لي بوان نوار اللي تيداروا موسميا ما كيكونوش دائما العام طول العام فوالا. فهاد النيوان اللي فيه زوين بزاف انا كنستعمل فيه الخضر وفيه الصفر فالخضر هو اللي جالي في الحقيقه مع لابو ديالي وافق لي لابو ديالي كان طوب. وفاش تقاضى بغيت ناخذو لقيتو تقاضى يعني فعطاوني في بلاصتو هذا الصفر هو حتى هو مزيان مي ماشي بحال الخضر صراحه الخضر هو اللي وافق لي لابو ديالي هو اللي جالي مع لا كولور ديال لابو ديالي فوالا. فحتى هذا مزيان نقولوا حتى هو مزيان ماشي بحال الخضر فوالا بغيف. فكناخذ معايا كيف قلت لكم هاد كوكو سي سي باردون ديال نيويل سي سي كريم زوين بزاف كنصحكم ليه في تاخذوه الا بغيتو تعرفوا منين خديتو في كوزميتيستا اكسبو وكومونديتو في لو سيت ديالهم اللي غنخلي لكم في لابار دافو تلاقيت معاهم في كوزميتيستا اكسبو عطاو لي وفاش بغيت نعاود ناخذو خديتو من عندهم في لو سيت فوالا غنخلي لكم كيف قلت لابار دافو جاب لي الله بحال كنعاود الهضره بغيف غادي دونك هذا تا هو كناخذو معايا في التروس ديالي. تاني حاجه لي في هاد بيوتي بلندر ضروري ومؤكده خاصها تكون عندي في التروس ديالي لانها زوينه بزاف بالنسبه للكريم بالنسبه للانتيسير بالنسبه يعني صراحه منقذه هذه انايا يعني دغيا يعني تك 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 دغيا كان يعني سريعه يعني كتخدمي معها بواحد الطريقه سريعه وعمليه يعني زوينه بزاف هاد بيوتي بلندر. ما عقلتش منين خديتها لي في والله ما عقلت مي بون الى عقلت غادي نخلي لكم بيان سور في لا بار دانفو. دونك كناخذ معايا هذا حتى هو في التروس ديالي بيوتي بلندر. شنو اخر اللي فيه كناخذ بيان سور مرايه هاد المرايه هادي راه ولات من التحف اللي عندي في الدار يعني اوريفلام خديتها بون خديتها من اوريفلام صافي لونطون راه عندها تقريبا شي 15 عام دابا ولا كثر كاع وهي عندي هاد المرايه هادي ضروري هي بيان سور خاصها تكون عندي في التروس ديالي ميك اب. ثاني حاجه لي في هاد البودر او البودر عندي انا هاد البودر مات ديال رابسودي خديته حتى هو من لا مارك رابسودي اللي خديته من لو سيت اللي غنخلي لكم في لو في لا بار دانفو فريمون طوب. هاد لا مارك هادي حتى هي كتحمقني صراحه في لي برودوي ميك اب
زوينة بزاف فريمون تتوحد لي داك الكريم اللي كندير قبل يعني الكريم ديال دو باز وعاد كندير الفون دو تان باردون وكندير فوق منه هذا يعني فريمون تيعطيني واحد ما كيبقاش داك اللمعان ولا هذاك يعني كيحيد داك اللمعان اللي كيخلي ليا الفونديشن او يعني كيولي لا بو بان بلو ناتورال. كاين حتى هذا ديال غابرين باردون ديال رابسودي هذا البلوش حتى هو نفس لا مارك ديال بودر هذا غزال فيه حتى هو لا كولور واحد الغوز غوز ما بينش يعني كيبان بحال غير وجهك مدمام يعني فريمون زوين بزاف هاد هاد البلوش. كنصحكم انكم تاخذوا لي فيه من لو سيت اللي غنخلي لكم في لا بار دانفو كيف قلت فريمون توب كيف قلت واحد الغوز فريمون زوين كي غير كيزنك لك الحنيكات كيبان بحال راكي مزنكه من عبد الله فوالا فريمون توب وكيحمقني هذا نيمورو 2 مات جوست واو فريمون توب هاد البلوش لا ولا لا ولا هذا البودر ديالو فريمون مزيانين بزاف الا خديتوهم يعني ما غتكون تندموش. الحاجه الثانيه اللي تناخذ لي فيه معايا في اي بلاصه هو هاد لونتي سيرن ديال نيويل هاد لا مارك هادي زوينه بزاف لي فيه في الاول حكرت لينا ما كنتش عارفاها ما عمري ما سمعت عليها فاش لقيتهم في كوسميتيستا اكسبو ف فريمون فاش عطاوني نجرب لي برودوي ديالهم فريمون لقيت بانه كاليتي توب ومزيان مزيان صراحه كاليتي واو صراحه وعجبني بزاف حتى الباكاجينغ جوست مانيفيك صراحه الباكاجينغ عجبني يعني بحال ستيل وبحال فوتر بلوتو كتدوري هكا بسهوله شي حاجه متقونه اوب شي حاجه فريمون متقونه صراحه يعني نيويل ماركه زوينه صراحه وما غالياش دوتو يعني في متناول الجميع. فوالا كناخذ بيان سور الماسكارا هاد المره ديال غابريني كو جادور هاد الماسكارا تقريبا هي اللي تندير دابا يوميا تقريبا راه يعني جففتها فريمون البروس واعره بزاف يعني كتهز الشفار سورتو انا عندي الشفار كثارين وطوال ففريمون كان كيساعدني ان هاد البروس هادي تمشط لي اولا تسرح لي لي ديالي بسهوله وفريمون طوب صراحه الكاليتي جوست واو كيرجع لك شفارك كيبانو كثار كيكبروا كثار كيطوالوا كثار فكنصحكم لي فيه بهذا الماسكارا هذه ديال غابريني وفي لو سيت اللي غنخلي لكم بيان سور في لابار دانفو فوالا. الحاجه بيان سور اللي كناخذ معايا بيان سور هي واحد الكريم ديال لي مان فبيان سور غادي نمشيو عند الناس نباتوا عندهم واحد دو جو ولا غير 3 جو بحال هكا المهم على حساب الضيافه فكضروري غتهز تاخدي معاك الكريم ديال لي مان ديالك اللي بون باش ترطبي يديك باش ضروري خصو يكون عندك كريم ديال لي مان ديالك ما يمكنش تخليهم ينشفوا مده ديال 2 جو ولا 3 جو فبيان سور كناخذ معايا ضروري ومؤكد كريم ديال لي مان هذا ديال فارمازي اللي ديجا هضرت لكم عليه في مي برودوي فيني بون انا حتى عندي 2 بواط يعني خديت وحده وعطاوني وحده غير باقل ثمن يعني كتاخذي الا خديتي وحده تيبيعوا لك وحده باقل ثمن يعني ب 10 درهم غير ثمن رمزي فوالا. فانا عندي دابا دو بواط لي في هذه ديال باردون ديال الفيربين الفيربين فوالا جوست واو تاع هي الريحه ديالها لودور اوه لودور اكستراوردينير فريمون كنعجبني هاد لي كريم ديال لي مان دو شي فارمازي لي في غير سيرو خدوهم عرفتي راهم طوب لا لودور لا التكستور ديال البرودوي لا تيبقاو كاين فريمون تيرطبو اليدين بواحد الطريقه كيخليوهم يعني الشهي تبقى غير تشوفي فيهم صراحه. كنصحكم انكم تجربوا هاد لي كريم ديال لي مان اللي عند فارماسي راه ما غاليش ديتو يمكن كيداو شي 80 درهم البواطه الاولى وكون ناقصه بيان سور الا كنتو مسجلين معاهم تينقصوا لكم لو بري باردون والبواطه الثانيه تتاخديها غير ب 2 درهم هكا يعني ثمن رمزي كتصدقي واخده جوج ديال لي بواط ديال هاد لي كريم دي مان ومن بعد الثمن يعني اللي قليل بزاف. فانا ضروري ناخذ معايا كريم ديال لي مان هذا ديال الفيغ هذا ديال الفيغ كاين ديال خزامة كاين ديال بزاف ديال ديال الانواع فوالا. بيان سور كناخذ معايا هذه ديال البلوش حتى هي زوينه عمليه وقديمه عندي حتى هي قديمه بزاف عندي
فوالا فوالا. بالنسبه لي روج جاري في اول حاجه كناخذ ليه في هي هذه غنهضر لكم على هذا ديال بولار بون ماليفغ ديال بولار. كانت نصحتني به صاحبتي ناتالي اللي قالت لي خدي هاد لا مارك هادي فاش خديت روتين سوان فيزاج. فكانت نصحتني بهاد لا مارك ما عاودتش خديت الكريم ما عاودتش خديت غير هاد البوم ماليفغ اللي باكاجين لي في مي ريان ادير صراحه ما لقيتش ليه لي مو اللي يستحقوا صراحه. الباكاجين جوست مانيفيك يعني فريمون توب فريمون روعه مهما كان كيفاش كتصور غير على هاد التروك هادي كيطلع هكا يعني كيبقى محافظ كيبقى نقي كيبقى زوين زوين باكاجين واو. وعاد البرودوي بيان سور عاد البوم يعني في واحد الريحه رائعه كتسكر و زوين بزاف كيرطب لا بو مورت افكتيفمون كيخلي واحد الغوز في الفم ديالك يعني ديك لا بو المورت اللي كتحيد كيبقى تحت منها لي ليفغ ديالك بيان سور كيبقاو غوزي فريمون طوب. كنصحكم انكم تجربوا هاد البولا الا لقيتوه بيان سور لان ما كاينش في كاع لي فارماسي. انا بالنسبه لي روج ليف اكثر وحدين انايا كيعجبوني واللي كنستعملهم دابا هو هذا ديال فلوما فلوما زوين بزاف نيود. انا كيعجبني ماكياج يكون ديسكريت في الحقيقه ديسكريت ما يكونش مشعشع ما يكونش باين. اكثريه كنبغي لي في نيود فوالا. دونك هذا كي ديال فارماسي لي في ليبستيك ستيلو سميتو ستيلو دو لوكس كاشمير فوالا ليبستيك ستيلو كنظن انه موجود في فلور مار باردون فوالا. كاين هذا ريفيرونس ديالو دي سي 28 وكيعجبني هذا اكثر لي في تاهو كنستعملو بشكل يومي هذا ديال الكابريني ديجا هضرت لكم عليه ودرت لكم عليه فوتو في سناب شات فوالا. هذا ديال الكابريني حتى هو واو الباكاجين واو كلشي واو. هو فيه في واحد النكهه ديال النكهه بحال كتشمي الفرومبواز بحال كتشمي الفريز بحال هو نيود تخيلوا معايا كتشمي ريحه لي فروي فوالا كتشمي ريحه لي فروي فيه وعندو لودور ديال لي فروي وهو نيود كيف كتشوفوا نيميرو 6 لي في لي بغات تاخذوا دو شي غامبريني غنخلي لكم كيف قلت لا لو سيت ديالهم في لافار دانتو. اخر حاجه كناخذ معايا لي في هو هذا الفيكساتور ديال فارمازي ميك اب تايم لوكر فوالا. هذا جوست طوب لي في كي فريمون تي يريح لا بو. ديجا دايره الماكياج وما درتوش دونك غادي نديرو دابا فوالا فوالا فريمون تي في واحد الريحه ديال الكول بحال ريحه الكول هذه اللي كتزعجني فيه مي هو فريمون طوب وكي كتبقى لي كنديرو كيبقى لي الماكياج ديالي تقريبا النهار كله يعني المده كلها اللي كنكون على برا. فكنصحكم انكم تاخذوا لي في من دوشي فارمازي بيان سور فوالا فوالا. دونك هادو هما لي برودوي كوزميتيك اولا برودوي ميك اب اللي كناخذ معايا في التروس ديالي في ما كنكون سواء مسافره سواء ضيفه سواء خارجه على برا فوالا تو سامبلومون ما نكونش في دارنا كناخذ معايا هاد لي برودوي ميك اب في التروس ديالي. كنتمنى لي في يكون عجبكم الفيديو الى عجبكم بيان سور ما فيها باس كومونتيو وتلايكيو فوالا فوالا بيزو بيزو يلا بروشين.